يبقى برضه يعني بنقيل شويه والجو ده. لذلك احنا عندنا مثل في العمل في نطاق اللي هم الناس الصناعيه وخلافه، وانا قريب منهم العمال والصناعيه، انا قريب جدا منهم. يقول ايه؟ الاكل بالدين ولا شغل يوم الاثنين؟ طب اشمعنى الاثنين؟ لانه بعد الاجازه، هو بعد الاجازه عاوز اجازه يريح، حتى لو قعدنا في البيت واستلفنا. ضد المنطق. الدول اللي بتتقدم بتعمل عمل. انا كنت في اليابان في 2008، قامت هناك مظاهره جامده جدا، فبسال والله الناس دي جايه بتظهر ليه؟ قالوا بتظهر عشان ايام الاجازه. قلت طبعا ليهم حق يا اخي، ما ياخدوا اجازه. قالوا لا، ده هم بيتظاهروا، الحكومه عاوزه تديهم يوم السبت بجوار الحد، هو بيتظاهر مش عاوز ياخد السبت عشان يعمل عشان مصنع ما يخسرش. يا نهار ابيض. قلت له الناس دي بتتظاهر عشان كده؟ قال لي قلت له ربنا يوفقهم، يبقى هات لنا منهم طقم عندنا على البيانو نحطه. عينهم عامله كده بالمناسبه. عارفه. ضريبه تتمنى انها تتلغي. ضريبه اتمنى انها تتلغي. ضريبه الدمغه. اولا مفيش حاجه اسمها ان انا اجي اضرب توقيع على حضرتك اقوم افرض دمغه، ده واحد اللي عملها راجل في 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 انا بتاع ضرايب اصلا. ده راجل لص. لص. من قام بتشريع هذه الضريبه افكاره افكار لص. ان ده وهو بيوقع باشا ناخد منه 2 جنيه. هي 2 جنيه دي بقت اتاوه. بس يقننها لك، يقول لك اديك الضريبه. من ضمن الضرايب هدي لحضرتك مثلا، كان عندنا ضريبه هنا لحد الرزاز مشى في وزاره عاطف صدقي يوم 4 يناير 96، كان يوم سبت بالمناسبه، 4 يناير 96، معلش تاريخ مش هنقدر ننساه. سوري، كان يوم خميس 4 يناير، لا. تمام؟ الرزاز لما مشى كان في 94 و95 وقبليها و93، والحته دي كان في ناس بيجوا لنا من العراق لو تتذكري، كان يقولوا صناديق المشحونه فيها الميتين. أيوة. المصريين طبعا. كان يفرض ضريبه على الميت اللي جاي على الصندوق، اللي هي ضريبه الدمغه دي. طب ده كلام بقى، يبقى موت وخراب ديار يا عم، اهله بيصوتوا. ضريبه ايه؟ الراجل مات، العائل مات، هو ده. فدي ضريبه ملهاش اي نوع. بالمناسبه لو اتعملت تخفض قيمه الاعلانات وتخفض الدنيا والدنيا تبقى مرتاحه. طب ضريبة تتمنى انها تتفرض؟ ضريبة العقارية اتمنى انها تتفرض، بس بشرط، مش بالقانون الغبي اللي موجود ده. ضريبة العقارية في الاخر فلسفتها ايه علشان نبقى عارفين؟ في عقارات، ضريبة العقارات دي موجودة في مصر من 1914، اللي هو قانون من موجودة من ايام الحرب العالمية الاولى، اللي ابتدت سنة 14 وخلصت 18، وطلع اللي هي ضريبة العوايد اللي بنقول عليها، او ضريبه الاطيان الزراعيه. ضريبه العوايد بتتفرض على الحتت المباني اللي كانت موجوده، اللي هي داخل كردون المدينه. طب خارج الكردون ما كانش يتفرض عليه ضرائب. الساحل الشمالي كله خارج كردون المدينه. الغردقه بالكامل خارج كردون المدينه. شرم الشيخ بالكامل خارج كردون المدينه. هو ده الكلام. افرض على القصور دي الاول اللي موجوده، اللي شاري له قصر ب 20 30 مليون جنيه، افرض عليه الاول. وبعد كده ابقى اشوف بقى الناس اللي جوه، اللي ماسك عشه واللي قاعد في بتاع واللي قاعد في اوضتين وصاله واللي قاعد في صاله بس من غير اوضه. في ناس كده مش كده؟ طبعا. ابقى افرض عليه. يبقى دوت تجيب لي حصيله لو انا فرضت على اللي خارج كردون المدينه، خاصه القصور والفيلات. هو ده. هيقولوا طب ده ضد المساواه. مساواه يا استاذ انت بتستعبط؟ مساواه ايه؟ بقى انا دافع شاري فيلا ب 20 30 مليون، وده شاري اوضه ب 20 جنيه مش عارف يسكن فيها، وتقول لي اساويه ده؟ هو اشمعنى هنا المساواه؟ هو احنا ما نفتكرش من القران الا انه ايه؟ مثنى وثلاث ورباع. اول ما اتكلم يا عم في ايه؟ طب ما فيش، خلاص قفلنا يعني. هو الماده دي اللي خدناها وقفلنا عليه، ضد المنطق يعني. انا ممكن نشرب من البتاع ده؟ طبعا جدا. ولا ده كده؟ لا 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 يا خبر ابيض، انا عايز ارتاح. انا اخد نفسي. لو حضرتك مسكت وزير اقتصاد، اول قرار تاخده ايه؟ اول قرار، اول قرار الحد الادنى والحد الاقصى للدخل وليس للاجر. تفرق، لان احنا اللغه العربيه مطاطه، انا راجل فقه بقى قديم، فاللغه العربيه مطاطه. تقولي له للاجر يقول لك اه، ما هو ده الاجر الاساسي، انما عندنا بدل تمثيل وبدل انتقال وبدل استقبال وبدل استهبال وبدل ما حد تاني ياخدهم وبدل فقر وبدل اي كلام فارغ، يطلع 6 طن. حلو قوي. بدل استهبال وبدل ما حد تاني ياخدهم. طب ما في بدلات كده، يقول لك بدل ما حد تاني ياخدهم يا باشا ناخدهم. ده افكار لص. هو دي المشكله، بكلم حضرتك جد والله. فاحنا الصح هنا ناخد حد ادنى للاجور بس حد اقصى للدخل، يبقى كلام لغه عربيه مقفول. ممنوع واحد في جمهوريه مصر العربيه في الحكومه، في القطاع العام، قطاع الاعمال، الوحدات المحليه، الهيئات الاقتصاديه يتقاضى اكتر من 42,000 جنيه. هيقولوا الكفاءات طارده، نقول له يا باشا معلومه مني بقى، لا يوجد في مصر الكفاءات.